السلام عليكم، معكم الفناير. هاد الثلاثة هادو هما شتيهم صحة. حنا فرحانين اليوم حيت جينا نحتفلوا مع الناس ديال مراكش بجاوة، مع بجاوة وليدات مراكش. جينا باش نبينوا الناس بأننا وحنا عايشين البيس لوف، مجتمعين مع بعضياتنا، ناشطين مع بعضياتنا، وكل عام وأنتم بخير. الو الجديد ديالنا كما تعرفوا لي فان وكاع الناس والمغاربه، لا شانسون اللي خرجت الاخرى مع الفنانه البوليوديه نوره فتحي اللي سميتها ديال البر فيرسون العربيه. الحمد لله راه لقات اقبال مع الجمهور، وكان نشكرهم من هذا المنبر تنقول لهم باللي بلا بكم ما عمرنا نكونوا، وان شاء الله خليكم على القرص راه كاين جديد. بزاف حاجه نكون الفنانه جوبونس الوحيده ابار نوره اللي غادي تكون تايه مع الفناير، ومزيان لي هذا هذا العام غادي يديروا لا بارتيسيپاسيون ديال دي زارتيست فيمينين، و جيسبر ان شاء الله في في الاعوام اللي جايين يكونوا بلوس دارتيست فيمينين مشاركين في هاد المهرجانات. بالنسبة للمشاركة ديال جروب اش كاين في ستار ان ذا بليس في مدينة مراكش، صراحة الله شرف كبير أن نكونوا حاضرين مع هذه النخبة الكبيرة ديال الفنانين تبارك الله، تعطي إشعاع زوين للبلاد ولمدينة مراكش بالخصوص، وهذا ما كيزيدنا غير افتخار نكونوا يعني ديما حاضرين وواجدين ونكونوا ديما منخرطين في هذه الأمور هذو، والله يعز المغرب وديما صافا صافا با في خاطركم. تحية للجمهوري عبر الدار، وفرحان اليوم في مشاركتي طبعا الحال على منصة التسامح بمدينة مراكش بجامع الفناء. فرحانة جدا لأنه رفقة إخواني الفنانين يعني الترحاب، وأنه إحنا بلد تسامح وبلد المضياف اللي عهدوا العالم كامل، بلد نشر قرن اللي عهدت دائما الاحتفاء بالناس وقولت مرحبا، والدار الكبيرة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.